فارس حط لي فرخين، حط لي فرخين. هلا بس يرجع عبدو غلاصم من قصلكن شقفة من اللقزة بتطلع لها شي 6-7 كيلو. حط حط. ممتاز، معناتها خلاص مفعول العنفوان والإرادة اللي كانت عندك. فارس وقف عندك، ما تحط ولا نص ربع فرخ. ولك موجة بتاخدك وموجة بتجيبك، لا ناطر عزيمتك ولا ناطر ترحيبك. ولك أنا صر مايتي، ها صر مايتي، في عندي إرادة أكثر من بعض عالم. ولك أنا كابتن طنو وصيخ البحر، مغرق 36 باخرة، 36 ها. وح غيري كان تعقد، بطل يستجر يحط إجره بالمي، بس أنا كل ما بغرق باخرة برجع بنزل على البحر وبغرق اللي بعدها بإرادة أقوى. ولك الباخرة روزالينا 15,000 طن شمندر، والحشا بنص مضيق هرمز غرقتها، فواحد بغرق باخرة بنص مضيق أنا غرقتها. لك أنت ليش ما بتترك البحر وبتجي بتتطوع معي؟ بحطك بالموشات دغري عريف أول، وبسلمك دكتور يوف، مو احسن لك؟ بفضل حارب بصفوف الاعداء من اني كنت تحت قياده واحد مثلك. لا يا كابيتانو، ما انت هيك هيك مع الاعداء. تعرف لو انا محلك كنت بعطيك راتب شهري من كتر ما مغرق السفن من طريقه.